معاكم على نصر موقع عرفني.com. فلو نقدر نتكلم ازاي تقدر تسترجع صفحه الفيسبوك مقفوله او حصل فيها اي خطا عن طريق اداره الفيسبوك او عن طريق انك بترسل لاداره الفيسبوك عن طريق اللينك دوت. اللينك ده هتلاقيه مرفق في الموضوع تحت الفيديو. من خلال هنا لما تخش عليه هتكتب هنا الويب ادرس، بتكتب فيها اليور ال بتاع البيج الخاصه بيك، وهنا بتكتب ديسكريبشن او بتكتب الشرح اللي حصل للمشكله او ايه هي المشكله، وهنا بترفع سكرين شوت. بترفع لما تيجي تفتح اللينك بتاع الصفحه بيظهر لك اللي هو مثلا بيظهر لك خطا او بيقول لك صفحتك غير قادره على النشر او اي شيء، بتقوم عامل له سكرين شوت من خلال اداه اللي هي اسمها سنابجي تول. من هنا تقوم عامل سكرين شوت وتحفظه وتقوم رافعه من خلالها. تمام، عندك حاجه اللي هنا ديسكريبشن، هنا بتكتب في صفحتك حصل لها ايه السبب اللي حصل في بسبب المشكله، او ايه اقتراحك ان ممكن يكون السبب اللي حصل كده، او انت شايف ايه اللي حصل للصفحه. اكتب هنا باللغه الانجليزيه وبعد تضغط سند هتنظر رد الفيسبوك على بطريقه مباشره على الايميل الخاص بيك. طبعا الموضوع ممكن يطول، هم هيردوا عليك سواء بالرفض او بالقبول. يا رب تكون توصل الفكره. كان معاكم علي نصار موقع عرفني.com. في النهايه متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناه عشان تتابع كل الفيديوهات الجديده، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي، وتقدر تشترك بالنشر البريديه للموقع عن طريق كتابه الايميل الخاص بيك هنا وتضغط اشتراك، او تتابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.